بالبزون خذ الفاونديشن كنها لبن استخدمي بلسر بورورورو ما ادري وش ذي بس اللي بالمحل اقنعتني اشتريه الحين تضاربي مع نفسك بوكسات وارقصي ايوه والله كني برتقاله امي تناديني انظف المطبخ ما تدري ان مستقبلي كفاشينيستا بدا ربي عاقبني نفذ الفرشه من الطحين ايش قاعد اسوي انت ليش طفيت الطقاقة موضي؟ هذه أختي الغبية يا ربي أنا إيش قاعدة أسوي بالضبط؟ وقت التلوين كل هذا عشان ما غسلت المواعين والله آسفة المهم طبعا ناخذ لون الشوكولاتة تعرفون ليه؟ لأني أحب الشوكولاتة يا رب ما يسوي لي أنفلو بعدين أنا كان ما قلت لك توفر المواعين أمي تهاوش أختي قلت لها ان دورها بالتنظيف اليوم المهم مرفر نحط العينينر فاسوي السالفه كلبه تجيب شو متعمل عم بحضر تلفزيون زهقان لك قاعد زهقان بالبيت لحالي قلت بحضر تلفزيون ها هي هلا بتروح بتدق لجاد ولا سامي ولا فادي ولا كل رفقاتك كم واحد انش 10 20 واحد بتقعدوا بتقعدوا هون واذا بدكم بتفرشوا كرمال ترتاحوا اكثر اوكي واذا بدك كمان بتعرف شو من مد سفرك طويله عريضه شو بتحب انت قل لي انت شو بتحب سوشي هلا بطلب لك سوشي بطلب لك اراجيل بدكم دخنوا خي دخنوا قد ما بدكم من هون للصبح ما تعتلوا هم شيء لك اوعى انت تعتل هم شيء كثير قوي الضربه هالمره ايه شو صار راح بوز السيارة ما بقى في بوز؟ من ورا كمان من بوز ومن ورا؟ بالنص؟ لا ما في نص؟ بس بتزمر تبرور شو تمقصلي قلتلك عليها؟ ويوي شبيك ماز بهل؟ يا بنتي تعرفني من جمش نستعمله ذاك خطرني قوشي نعم طب ما رجعك راح اجي نقضيها نشوفها كان سليم مش مستعملها ولا لا داع على لونك لي غوشي مانيفيستيفو نبداو كي تكتب طبلحه يدك بالحبار وكراسه بسبيرار تنقب لك يدك اي دواتي قاعد بحذك يعيفك في حياتك سورتو في الماكله تبرا مان والله مرشتني سامحش تحبين نعملك اكل بيدك اليمين ما نجمش والله امورك معناها برا مش هيك الغازي ولا نعرش عليك ولا اقعد ولا شو راح تبطلها الماكله وعلى ذكر الماكله في بالك انت تاكل بيدك اليسار الشيطان ياكل معاك بالله هكا يقولوا زيد ركب الذنوب على روحك زيد يا كافر يا متاعك البلايص تفو عليك مع السجن حاجتيني فرحونا اول حاجه عنا جغني انترناسيونال دي غوشي ويكتبوا علينا ديما حاجات باهين هكا طلعونا المورال هبطوا ارتيكل على لي غوشي قالك لي هما ياسر انتليجون انت ما فهم يعفوكش بالكدا ديما ما فهمش حشي في الدار هذه الواحد ياكل قدمة الخبز يوسع بها بيو ديما لانها واحد طيب هاي فلسي انا شفتك عشيك شو اللي يعجبك بارك شنو طيبت شوف وحدك شنو هيدي تقول علي في السبيطار مش عاجبك الرجوع بلا هو العشي اللي تحب تتعشى تحب تتعشيش تفضل مش متعشى ارتاح بعد جهزو اسمعني نهزو صحن كملت ولا تعشيت ولا ما تعشيت بسم الله العظيم مش قلت ما عينيش ضحكتني بالله لا تعرف القدمة حتى كان جابي قدمة نتحداك تاكلي كيت كات تحت صعيب مون ديو صقع هكا غادي نقبل التحدي وغادي ناكل كيت كات كيت كات هيا نبداو كيت كات هكا نحلوها لي ما عرفش نحل كيت كات حلوها كيما هكا اي فوالا تحدي صعيب دي واعر الله واعر درت التحدي سي بون درت التحدي وكليت كيت كات قبل ما تكمل لا فيديو بغيت نقول لكم غير حاجه صغيره بركو في الكومونتير بار كيفاش تورينا الحلو كيت كات ومن باينه بلي راني غير نزعق باينه شغل صاي كرات من التحدي دوك الصعاب خطره بيضه ماشي طايبه خطره هريس خلونا نقلش روحنا شويه خلونا بون هذه هي اللي بغيت نقولها ونبغيكم بزاف اي وابنك كريم وقف لي شعراته متل عارف الديك طلوع وقال هو شو
كتير up to fashion على الموضة وما بيسمع لي إلا ميوزيك راك. راك؟ روك علي شوي بكرة فارجي هذا بعدين بخصوص شعراته خلاص وعدته أنا بدي جزله إياهم تبعيت الحشيش تبع جنيني. إيه ما زالك رح تهتم بهيدا الموضوع؟ خي ريحتني صار فيني. لك شو صار فيك الخيمة يا عمي؟ شو بنوي؟ جود نايت. لك شو جود نايت؟ لك شو؟ لك وعيتيني بالنص نوم ترتفعيني الخبرية طايرين النوم من عيوني لتامي حضرتك. وطي صوتك طيب ما قول في عالم نايمة قول في عالم بدها ترتاح بدها تخفى. اف لا انا شاف ولا كتف. عم شوفي برغش بالبيت اكلونا الليلة ايه محط قرص بالكهرباء. ايه لا ما تتعذب وتحط قرص بالكهرباء لانه صوبك اكيد ما رح يقربوا البرغشات. لا لانه ما فيك دم. بصي بقى انا هقولك لما تتخانقي مع جوزك ويقولك لمي هدومك وروحي بيت اهلك تعملي ايه؟ تقومي تلمي هدومك برضو ما انت بنت ناس كله الا الكرامة. بس وانت ماشية تاخدي معاكي ريموت التلفزيون وريموت التكييف وشحن الموبايل وفشت الراوتر بس كده. لا طبعا. وتلمي هدومك كلها وتحطيها في الغسالة وتحطي عليها كلور كفاية كده. لا طبعا انت بنت ناس الا الكرامة. ازاز الزيت تفضيها قدام باب الشقة وقدام باب الحمام وتطلبي اوردرات كتير من على النت عشان هو يدفعها بس كده. لا طبعا. تنزلي اعلان على النت عن بيع شقتك لظروف خاصة بسعر خيالي 50,000 جنيه وتحطي رقم تليفونه كفاية كده. لا طبعا. 3 كياس كده تمليهم دقيق وتحطيهم في دلابه وتبلغي عنه هياخد له 3-4-5 ايام على ذمة التحقيق لحد ما يكتشفوا ان هو دقيق وكفاية لحد كده عشان لو حبيتي ترجعي له ما هو برضه عشرة. يلا السلام عليكم. احنا توا نبعثوك البيت ربي. لا لا انا مش ماشي البيت ربي. ها وين البيت ربي تاني؟ هاش تعرف هايوة داي. شوف احنا شو بس نعمل وانت بعد قرر اللي تحبي. احنا بس نبعثوك البيت ربي وفرد وقت نبدو نجدو في الدار. لا لا قد لي الدار برك وتعمل لي شهرية وكهو هذيك النعرف شندك في بيت ربي برا الهند. شو بيك انت بنت الهيج؟ حاب نهزك انت. لا امان مشي شكاك اهيام. لا باي نشوفولك مرافق نشوفولك شكون يمشي معاك ولدك يمشي معاك. مش نماش ما نموت هني نحيا هني نموت البرا نحيا البر نوك ونشرب حتى اللي نموت يدفنوني وكهو برا الهند يا سعودي. إلا عرفتي إيش بكاتبة في إيدي أنا دابا نعطيك 1000 درهم. يا دابا وحق الله 1000 درهم ماما. كان موافق كان بغيت. لا قربتي جتان قربتي عندك 5 لي شانس. أي لوف يو قربتي مامي حب ديالي قربتي حبيبتي قربتي آخر شانس. واه هذا جهدي عليك قربتي نمشي مع بابا نمشي على بابا. بابا نقول لك واحد حاجه لا قلع شي كلمه اللي كاتبه كلمه عندك 5 فرص اللي نعطيك 1000 درهم. يلا قول شي كلمه. ترى قربتي هذه قربتي هذه قربتي وظيفه قربتي اخر مره تقنيه قربتي الكلمه هي قربتي الكلمه هي قربتي قربتي كنقول فيها نعم. شو يا جماعة أول مرة باش نطلبها منكم الفازير. يا رب انتي الفيديو اللي عملته في الكواليس هذيك راهي تجرب فيها ونيتها بالطير. خويا راهي عملت في عملت في راهي عملت في متغش علي ما نحبش تغش علي تغشت كيفاش غابت لا وهي مش حافظة خويا قالت لي كيفاش تعملي لي هكاك قدام العباد. بالله طلعوا لها الفيديو نتاعها هاكم تسمعوا في صوتها لا لا علي وصراحة ما نحبش غش ساعات نحس روحي خاف منها طفلة واحدة واش باش نعملوا على زوج وليدك هاو عاملة في بعمل يار احسبها يار الفنانة وطلعوه لها بالله قالت لي ماما خايب وماما تلعبت تضحك علي ما يضحكوش علي قلت يحبوك ما يضحكوش عليك هيك هاو تفهمنا مريقلين مريقلين طلعوه للخ خلي بنتي تقعد رايف راي راي تتوز عبيبة نايض علي راي بتغش علي اخر طارع راسك علاش عملتي فيها كيك مبوب زي متخبلة في شعور
كان يضرب السجاد تشعرتين وشعره وراسك. انتم تقولوا راسك صحيت وراسي الراس راسي ونعرفي عملت وكب بشنو نطح به عملت هكا باش نلعب به الكار عملت هكا باش نعملو هارك لا هارك ما يكفيش راسي صغيره وما تشوفنيش هكا في التليفون عملت هكا باش نكتب بنصور عليه خريطه تونس عملت هكا باش نحط عليه كمامة على الكولور عملت هكا راسي ولا مش راسي يا راسي راسي انت ولا مش راسي جاوبهم بالله بشحال اخويا هاد الكيت ايوا على السمية دوريجين منين جاتهم اخويا هاد دوريجين منين باقي الميكسو هاك اخويا هاك 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 الميك انا خاصني عودن ها انت بغيتي الودن الاخرى خوده انا اصلا كنسمع غير ودن وحده خلي لي عودن افرانك اش قلتي مزيانه نتوما قاصح مالك ناري صافي بلاش كاع شد كيتك شحال هاد الباف 1400 صاحبتي خداتو داك النهار على 730 ريال كاع ما غتكذب سير سير فيكم اخويا الزيادات كتبغوا تناصبوا على عباد الله دابا شحال تلصق ليا لافيشور بزاف شي جدير لصق ليا عان كاصابل والله لا تصبر لا تصبر 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 اش قلنا مزيانه ها انت قرصتني عندكم شي حاجه هنا في المحل خاصكم تعالجوني عندكم 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 لا سينيسيس يا وجا رئيس جديد تمشي له علاش مشيت له شو اسمه الرئيس علاش الرئيس الجديد ما نعرفوش وما ندريش علي قلت لك اسمه قيس سعيد قيس قيس صغير سعيد سعيد هاي حتى انت مشيت له فشيت له به شنو مشيت له فشيت له به كيفاش اسمه سعيد قيس ولا كيفاش هاي هاي شت له به هذا هاي شت له به اسمعني ندر عليه باهي خلق انت شنو تحبوا اسمه الرئيس انا ندري شنو اي شنو تحب اسمه الرئيس واش عندي فيه قيس ولا ما عجبكش اسم قيس 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 ولا شو اسمه واش عندي فيه هنايا هذه يا ربي ينصر تونس وربي يعيشها وربي ينصر لها قيس ولا شو اسمه هويليك نقصوا الساعة لا عاود زاد الحاجة ها انت يا اختي هاد العثماني طاح يزروطي تشوفي مرة زيد ساعة مرة ناقصت له ساعة زعما عصبني تفو تصب بردي بردي الحاج بردي والله انا شوفي انا باقا عندي 6 ديال بن كيرين دراسة يعني شكون اللي فايت فيكم قاري اه انت الحاجة قارية لا وليدي ماشي انا وشكون مصطفى ود العروي انا نقول لك وليدي قرا 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 بزاف قرب بزاف هذاك مصطفى ود العربي تبارك الله راه خد الشهاده الاولى خد الشهاده الثانيه خد الشهاده الثالثه ودابا تبارك الله راه خرج ولا يدور على المدارس ولا مفتش لا وليدي تسطى ولا يضرب الحجر والله وليدي يحلف لي لو تسطى ولا يضرب الحجر ولا يحوجو ياكل طابع شير صافي ولا عنده تبول ولا اراده صافي الحال اهلا اهلا صحة 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 إيه مرت ولدي صبغت شعرها ولات امراه وظهرها معرس بعد زوز صغار أو كما بوستكش على خاطر الكورونا ما ميسيلش من بعيد عيشك 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 ايه والله صبغت على خاطرك عيشك ياخذ بخاطرك اي محليك محليك صحة صحة عيشك 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 انا خاطر والله في عيلتنا ديما نقولوا يويتي البيض ما يويتيش السمر معناها الشعر البلون عليه وش بيك انت شناقصك هاك بيضه تللش شتو لحياتك ولدي خذا الزرقاء واحد ولدي خذا السمراء ولدي الزرقاء وقتاش انا قلت هاك لحاك يخو بخاطرك عايش صحة صحة وفرحة صحة لولدي ليلته ليلة اليوم عندي جمعة من اللي عملته تتا أبول يا ختام هاوجي هاوجي الهم هاوجي متنساش باش تهجو لازم نعملو له فازة باش يهج محسنة اي عسلامة عسلامة عسلامة
صافا شنحوالك؟ لاباس؟ لاباس. حط له من الجو اللي نشربوا فيه الايامات هذوم. باهي باهي، عاد تفضل هاو كويس. مرحبا بيك. جو شنو هذا؟ جو عاملينو فيه تيزانة وفيه عسل وفيه سيترون. باهي ملي مرضنا بالكورونا كل يوم نشربوا منه 3 كيسات. تفضل. لا 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 ليه تعرفني نشرب في الجو هذا؟ تفضل ليه تفضل. نطل له مش على روحي ودي. ليه مرحبا بيك اقعد. لا لا والله هكا هواي نطل له مش في الجو. مرحبا مرحبا بيك. في لامي هز 3 انواع متاع عباد، حتى لو حاولنا ننساهم مستحيل ننجمه. النوع الاول هو اللي تكون علاقتنا به سطحية، صحة صحة، اول ما تصير لنا مشكلة او ازمة تقاهم جايين حاطين يديهم في يدينا يحبوا يعاونونا، ربي يبارك لهم ويكثر منهم الناس. النوع الثاني هما اللي يكونوا نهار الكل معانا في فرحنا في ضحكنا في تفدليكنا في جونا، اول ما تصير لنا مشكلة او ازمة يتبخروا كلمة حسيبهم ربي. النوع الثالث وهو لين نموت وما ننسوهمش هما اللي تسبونا في المشكلة هذه او الازمة هذه، قولوا كان ربي ينتقم الجميع وان شاء الله اللي يعمل يلقى. عسلامة الناس الكل، اليوم باش نعمل فيديو نوريكم فطور الصباح نتاعي شنيا. الوغ دونك باش ناخذ الحليب تويكا نحلو بالطبيعة ديك باش نصب في الواحد. دونك صبوا هكا يا زيخت، ما نحبش برشا هنا كهو كهو يا زيخت بيه كهو وسكر بالطبيعة على الحليب ما كانش سوا. ناخذوا الجراندور حطوا شوية كراندر المغرفة طاحت دوك ناكل فمي بداية نز بداية ونشرب حط المغرفة طاحت لي وبرسني بيختها سخونة برشا باش نمشي ونسامحني خرجت شوية على برا خل بعد شعري ميكش ونجو باش ناكل حسيلو سامحوني دخلها بعدي شوية. تمام؟ هاي باب لايك يا أختي، شوفي أختك، شوفي العلم، شوفي المعرفة، بضل حملي كتب، تعلمي منا لأختك، يا تقبريني إن شاء الله بيي، شو عم تدرسي شي بدك علمك شي بيي، في شي ما بتعرفي؟ إيه شو بيي، هاتي لشوف باب كيف نكتب المستقبل؟ اسمعي، مع العلم، اسمعي، يا تقبريني إن شاء الله، المستقبل، أيدي بيي، ألف لام ميم شين تي قاف بلام، المستقبل. عندك درس قواعد؟ لا عم بكتب مكتوب للبوي فريند تبعي شو نسيت انه بعد شوية عيد الفالنتين؟ نعم عم بكتب له انه لازم ينطرني بالمستقبل بدي اتجوزه. نعم بدك تتجوزي؟ يعني ونعمة تربية لك شو هيدا الدرس هيدا العلم هيدا البلد باغ بعدي اعطيني هاد لك اعطيني هالمكتوب هاتي لشوف هلا إلي اعطيني هالك اعطيني المكتوب هاتي لكي بيي بتروحي بتدرسي بس تخلصي في إلي حديث طويل معك. عسلامة تعطيني الجمعات حلو ما شو عملي أمان عارش انتي مخذة دوبل وانا كان كعبة انا هيدي ما تشبعنيش ونخذت كعبة اخرى أمانة اتنين قولوا لها تعطيني معاها انا نحب ناكل هيدي ونعاود على خاطرها بنينة كمل الساعة هذي تعالوا شريلك خاطر انا ناكل برشا قولوا لها امان عاونوني هيا بعثوا لها ميساجات قولوا لها يعطي التوتة شوية معاك شو كيفاش تاكل هاي هيا وانتم بسم الله انا قلبي كبير برشا راه انا ما نعطيش جاي انا بعرف قد ما هذه لكم انتم الكل بوزينكم يا عم بوزينكم محليكم اما هي ماستا شو قد تاكل شو هذه دبدوبه شعبيها انا شو ضعيفه خاطرني بلي اسكت تي هي انجلينا جولي ورجلها خانة رجلها اللي شريت له جزيرة على شكل قلب وخانة تحب انتي ما يخونكش ما عاش تقول هالي الهدرة هالي ما عاش تقول هالي
صحيح هي شريت له جزيرة بالمليارات، أما هي المليارات اللي حطتهم شوية من اللي عندها، مش إحنا تبيع ذهبها تحط شهريتها الكل تحطها عدار تزيد تاخذ قرض تترهاني الكلها على خاطره. أبخت وصا ما كنت حكيت على الفلوس. أنجلينا جولي عمرك سمعت بها تشاه علاقة لعملي قصتي بالعصبين؟ عمرك سمعت بها تشاه علاقة لعملي المدفونة؟ عمرك سمعت بها مشوشتا تقليله في كفتاجي؟ عمرك سمعت بها تعمله في عصيدة يعطيه بارود وسم في قلبه؟ ما عاش قارنه بأنجلينا جولي. آه ما إيش بكل تاو؟ والله العظيم لا خايف تصيبني فاز. طيب ايه شوف ريحة الشارب مليانة طالعة من الدروج، درج كنت نجرت وتحرقت. يا بنتي ايه يا امي فماش منين جبتيها الحكاية ذي؟ فماش انجم وفي دار مشيات شعملت؟ حد شيء. طيب طلع شيء ما روحتيش في طيب في العشوات ان شاء الله درج رطنا ريت حالة يا نوحة. اه نعم خطيت الجبنة وطرف الحامة في الكونجيلاتور؟ اه ولحمة تكون حديتيهم حركتيهم؟ اه شني اه يا امي خنتي خطر بتيت قلت خليني انت قعدت نحكي في التليفون والله نسيت ايه تليفون اعتك واحد ليك والتليفون واللحمة حركتيهم؟ اذا انت بتجيش لاخرك قدر عليك ربي